السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ طبعا التحية للناس اللي متابعينا والتوفيق ان شاء الله. وبالنسبة للناس اللي بتتابعنا جديد، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتدعمونا باللايكات والكومنتات التحفيزية. توكلنا على الله. بعد ما خلصنا يونت 1 ويونت 2، إن شاء الله النهاردة بنتعامل مع الحلقة الأولى من يونت 3. الهدف من حلقة النهاردة، عشان طبعا كل حلقة بتبقى قدامك هدف كده إن أنت إيه هتطلع بيه. الهدف النهاردة هو إن أنا أطلع بفوكابولري، كلمات جديدة، prepositions حروف جر، idioms مصطلحات، expressions، language notes اللي هو التركيز على بعض النقاط اللغوية. طيب الطريقة اللي احنا هنمشي بيها هنقول ايه؟ احنا طبعا عارفين ان احنا بنبقى مركزين على vocabulary اللي هو اللي احنا ممكن نسميه الديفينيشنز، التعريفات. التعريفات يا جماعه مش مطلوب مننا ان احنا نبقى حافظين الكلام ده، ولا نبقى عارفين المعنى. انت بتبقى عليك اللي هو صف الكلمات ده، وبتبقى ديت اللي هي الخلاصه بتاعت اليونت. توكلنا على الله. اسم اليونت بتاعي Women in History. طبعا لما بتكلم اللي هو النساء او المرأة في التاريخ، انا ترجمت كده صح، النساء في التاريخ او المرأة في التاريخ. لما نيجي نتكلم عن المرأة او النساء بصفة عامة، ما بتاخدش ادوات، ما بنقولش ذا يعني. برضو نفس الحكاية لما بنيجي نتكلم عن history اللي هو التاريخ، اللي هو الاحداث والحاجات ديت اللي مرت بيه الفترات اللي هي حياة الانسان، برضو ما تاخدش ذا. يبقى women in history، النساء في التاريخ. بيبتدي يقدم لي الفوكابولاري، وبعد كده هنتنقل على القطع. هنا بيقول لي appreciate اللي هي بمعنى يقدر. appreciate يقدر، بمعنى زي كلمة يحترم ويبقى عارف قيمة الحاجة اللي هي أدبيا ومعنويا. appreciate. argue for بمعنى يناضل من أجل أو يدافع عن. ما ننساش هنا البروبوزيشن، لو غيرناه وبقى against، argue against اللي هي يناضل ضد، يبقى ضد حاجة أو حد يعني. award ممكن تمشي verb فعل، وهنستخدمها هنا في اليونت ده كفعل بمعنى يمنح، زي مثلا ما نقول she was awarded her degree، منحت الشهادة بتاعتها. وممكن award تبقى noun بمعنى اللي هي الوسام أو الجائزة الرسمية أو الدرجة أو الشهادة الجامعية. in charge of معناها مسؤول عن، طبعا verb to be هو am و is و are و was و were وكده. career اللي هي الحياة المهنية، career اللي هي الحياة المهنية. تعال نقراها كده بالإنجليش مع بعض. A job هي الوظيفة أو profession أو المهنة you have trained for، اللي أنت اتدربت لها and intend to do for a long time. يبقى career الحياة المهنية. director بمعنى المدير، ممكن تجيب معنى مخرج طبعا. government الحكومة، government. impressive بمعنى مؤثر أو مبهر، يعني حاجة جميلة بيبقى له تأثير حلو يعني. license اللي هي رخصة، زي driving license اللي هي رخصة القيادة. nursing التمريض، nursing التمريض. positive إيجابي. respected، ودي عايزين نتعرض لها النهاردة، اللي هي محترم. respected شخص، يعني مثلا نقول a respected teacher أو a respected doctor أو a respected scientist. محترم للأعمال اللي عملها، عشان هنتعرض تانية لكلمة اسمها respectable. respectable اللي هي جدير بالاحترام، اللي هو إيه؟ لأخلاقياته يعني حاجة خاصة بالأخلاق، وإن حد يبقى جدير بالاحترام نقول عليه respectable. يعني مثلا انا شايف واحد مثلا بيصلي وبيعمل كذا وعلاقاته كويسه مع الناس،
خلاص كده يبقى بنقول respectable person. برضو ممكن نقول respectable family، أسرة محترمة. ممكن كمان تيجي بمعنى محترم، بمعنى حاجة كويسة يعني مقبولة. مثلا بنقول a respectable profession، يعني مهنة محترمة، أو respect أو respectable job، وظيفة محترمة، respectable income، اللي هو دخل محترم. يعني انما respected اللي هي الموجوده عندي اهي، بمعنى محترم فعلا للاعمال اللي قام بيها. رول، دور، ما بتلخبطش بينها طبعا، وبين رول اللي هي ار يو ال اي، اللي هي معناها زي قاعده او كده، او يحكم، او نبقى نتعرض لها. سولو اللي هي منفرد. suitable اللي هي معناها مناسب، طبعا suitable for مناسب لي، تمام. بعد كده طبعا احنا هنعمل ايه؟ تعالى بقى نروح ندرس الكلمات. الخطوة الثانية هندرس الكلمات دهيت في مكانها. دلوقتي يا جماعة احنا في اللي هي listening text، اللي هي نص الاستماع. خلوا بالكم، فكروني كده، احنا قلنا اسم اليونت ايه؟ اسمه women in history، اللي هي النساء في التاريخ. فممكن يبقى مطلوب منك تكتب ايسي، مقال عن مثلا women in history. ففي الحالة دي لما نقرأ ونطلع كلماتنا ويبقى عندنا في نفس الوقت معلومة، يبقى انت ممكن تبقى أرضية لك بحيث ان انت تكتب. تمام، تعال بقى نشوف، هنبقى مركزين على واحنا بنقرأ هنطلع اللي هي language notes في أماكنها. دكتور عيشة عبد الرحمن، الدكتورة عائشة عبد الرحمن، who is known to، خلي معايا بقى بالك كده، known يعني معروف، known to معروف لي، some people اللي هي التي تكون معروفة لبعض الناس. خلي بالك من البروبوزيشن، ويا ريت يا جماعة دي ميزة ان احنا واحنا بنقرا القطع، سواء القطع اللي هي الريدنج او اللي هو الليسننج، بتعرف يعني حروف الجر في اماكنها والكلمات والمصطلحات في اماكنها وكده. يبقى الدكتوره عائشه قال هو از نون تو سام بيبل، المعروفه لبعض الناس، يبقى نون تو معروف لي، نون از معروفه ك بنت الشاطئ، طبعا ده كان الاسم المستعار اللي بتكتب اللي هي ايه بتكتب تحته، يعني از وان اوف ذا the most famous people in Egyptian and Arab culture. One of جمع، يبقى هي واحدة من، التعريف بتاعها بقى بيقول لي هي واحدة من أشهر أكثر الناس شهرة في في الثقافة culture. culture دي اللي هي جايبين الصفة قبلها اللي هي Egyptian and Arab، يبقى في الثقافة العربية والمصرية. as well as، as well as ده بمعنى ايه؟ عامله زي besides كده، تماما مثل، لا بتربط جملتين زي كلمه بالاضافه، تجاوزا يعني انجاز التعبير، هو عايز يربط جملتين يقول لي ايه؟ تماما مثل، يجي وراها الفعل في اي ان جي، ما جبناش بقى فاعل اهو، هو يتكلم عن الدكتوره عائشه. as well as writing books on society and culture، يعني زي تماما مثل الكتابه او كتابه كتب في عن المجتمع. شوف writing on او about، عن المجتمع society and culture والثقافه. she also wrote poems، شفت بقى ربط الجمل، يعني بالاضافه لكتابه كتب عن كذا وكذا، هي ايضا ايه، she also، الجمله الثانيه بقى بتبقى فيها فاعل اهي، اللي هي الجمله الرئيسيه، she also wrote poems، كتبت قصائد، and for 50 years wrote for the news بيبر، الاهرام، جريده الاهرام. هنلاحظ هنا خلاص، يبقى خلصنا من حته as well as، ربطنا بها جملتين بعد as well as على طول، حتى لو كانت هي الجمله، حتى لو كانت جايه في النص، يبقى يجي بعدها الفعل في اي ان جي. عايز اخد بالي برضو كمان حته هنا، شوفوا يا جماعه، wrote في الماضي، هي كتبت. ليه جبنا الماضي البسيط؟ عشان احنا بنتكلم عن الدكتوره عائشه عبد الرحمن عليها رحمه الله، دي توفاها الله، يعني دي ماتت، يبقى ما عادش ليها اللي هو الكتابه ده، خلاص هي روت في الماضي، كتبت في الماضي. لو كاتب او شاعر ولسه عايش نقول has written. تمام. during her life، during اللي هي معناها اثناء، ويجي بعدها الناون اهو،
أثناء حياتها she helped، هي ساعدت. بعد ساعدت أجيب إيه؟ ممكن أقول improve على طول الفعل في المصدر من غير to، وهنا ممكن أقول to improve، يعني الاتنين صح. هي ساعدت في تحسين women's position، women's position، وضع النساء in Egyptian society، في المجتمع المصري. نكمل بقى، بيقول لي دكتور عيشة was born، ولدت in، اهي was born in، جاب وراها السنة اللي هو 1913 اللي هي 1913، born in، ممكن born in ونجيب وراها مكان، ممكن born in ونجيب وراها شهر، ممكن لو هنجيب التاريخ كامل يبقى born on لو هنذكر معاه اليوم. طيب نكمل، her father was an important man and دكتور عيشة used to go، دي عادة عندها، اعتادت أن used to go عادة في الماضي، to go with him to meetings، إلى لقاءات أو اجتماعات، at which، دي كمقدمة للجرامر بتاعنا المرة دي. هو عايز يقول لي إيه بقى؟ يعني الاجتماعات اللي فيها أو اللقاءات اللي فيها هي تعلمت. إحنا عندنا الجرامر دي مقدمة سريعة، يعني ما تخافوش مش هدخلكم جامد فيها، يعني اللي هي ضمائر الوصل اللي هي زي هو وويتش وكده يعني. فهنا بيقول لي هل ممكن ضمير الوصل يستخدم قبله حرف جر؟ اه، هنا مثلا قلنا ايه؟ meetings، الاجتماعات او اللقاءات، at which، اللي فيها she learned to read and write، اللي هي اتعلمت فيها ان تقرأ وان تكتب. طب اشمعنى at يا مستر؟ اشمعنى ات اللي احنا جبناها؟ ما قلناش ان ليه؟ علشان هي ويتش دي عايده على ايه؟ على عايده على ميتينجز. طيب مع كلمه ميتينجز يا كلمه فيستيفال بنستخدم حرف الجر ايه؟ ات، يبقى ات ذا ميتينج. فلما نيجي نوت يبقى انا خلاص ايه؟ عشان كده بنقول يا جماعه الانجليزي كله راكب على بعضه، يعني معلومات واحد اثنين ثلاثه اربعه. فهنا يبقى ات ويتش اللي فيها تعلمت القراءه والكتابه. ات ا تايم، في وقت، في وقت، when she، في وقت لما، او شفت، شوف المصطلح ده، at a time، في وقت او في عصر، when many girls didn't go to school، بنات كتير ما كانتش بتروح المدرسه. عايز يفرق بقى ايه اللي حصل لعيشه. عيشه's mother encouraged، شجعتها encouraged her to get a good education. مامت عيشة اهي encouraged her daughter، شجعتها her daughter اللي هي عيشة، يعني مامتها شجعت بنتها اللي هي عيشة to get a good education، تعليم جيد. يبقى encourage to، والفعل في المصدر. في كلمة تانية بقى اللي هي يهمد عزيمة عكس يشجع، اللي هي discourage، D-I-S discourage، بس بتاخد from والفعل فيه ing. هنا في نقطة كمان واحنا بندرس، ودي مست القطع بقى يا جماعة، انها بتوضح لي حاجات كتير في مكانها. هنا كلمة education، هي كلمة education كلمة عامة، education التعليم، يعني المفروض ان انا ما اجيبش معاه ادوات اهي زي اه. لا، بيقول لي ايه؟ لو انت education جه معاها صفة يبقى انت بتتكلم على تعليم صفته كذا، يبقى في الحالة ديت نقول اه، يبقى a good education. And as a result، مصطلح جميل قوي، ونتيجة لذلك، as a result يبقى ونتيجة لذلك اللي هو اللي سبق. عيشة started school، بدأت المدرسة، at the age of five، at the age of، في سن، اللي هي at the age دي اللي هي بتساوي ايه؟ when she was، لما كانت خمسة، at the age of five. دكتور عيشة was successful at school and went to Cairo University، ذهبت إلى، التحقت بجامعة القاهرة، where، حيث، في الجامعة، she studied Arabic language، اللغة العربية، and literature، والأدب. She was awarded، منحت، she was awarded her degree، الشهادة أو الدرجة بتاعتها اللي هي الشهادة يعني، in 1939 and then joined، وثم التحقت بـ the university staff،
اللي هو الستاف بتاع هيئة التدريس الجامعية، يعني as a research assistant معيدة. In 1942 she was employed. Was employed، عينت. الكلام كله في الماضي اهوت يا جماعة. As a government inspector، كمفتشة حكومية. على ايه بقى؟ For the teaching of Arabic literature، لتعليم الأدب العربي. Using the name بنت الشاطر، مستخدمة الاسم دهوت، دكتور عيشة wrote many books and articles. نخلي بالنا في اللي جاية دي، كتبت كتب ومقالات، articles مقالات. عايز أقول إيه اللي فيها؟ هنا بيقول لي in which. لو تخلوا بالكم فوق كنا بنقول إيه هنا مع الميتينجز at which. هنا قلنا إيه in which. خلاص انتوا هتقولوا معايا ببساطه جدا ليه ان هي ويتش عايده على ايه؟ على الكتب او عايده على المقالات، ودول بياخدوا حرف الجر ايه؟ ان. يبقى ان ويتش، ان ويتش شي في الكتب والمقالات. شي argued فور ا مور بوزيتيف رول، دور اكثر ايجابيه، يعني ناضلت او دافعت عن دور اكثر ايجابيه فور women. شوفوا يا جماعه لما بنتكلم عن النساء او اي حد بصفه عامه، جمع ما تاخدش ذا. لو هنحطها في المفرد وتدي المعنى برضو اللي هو المرأة كاسم جنس للمرأة ككل، تاخد ذا. يعني ممكن هنا اقول ايه؟ for the woman in the modern world، انما هنا for women، مفيش أداة for women in the modern world، في العالم الحديث. دكتور عيشة was a respected teacher. خلي بالنا بقى، هي كلمة respected جت لها مكانها هنا. جميل. هنا لما بنتكلم على أي وظيفة يا جماعة، زي مثلا teacher، respected معناها إحنا قلنا محترم فعلا لأعماله، يعني دي بتبقى مقترنة بالأعمال. يعني مثلا بنجيب هنا مثلا وظيفة a respected teacher، a respected doctor، a respected scientist، إلخ إلخ إلخ. يبقى هي كانت إيه؟ مدرسة محترمة. احنا قلنا كان معانا كلمة كمان هناك اللي هي ايه اللي احنا قلناها في الفوكاب في الاول، respectable. respectable بمعنى ايه؟ بمعنى محترم او جدير بالاحترام. طب ايه الفرق من الاتنين بمعنى محترم؟ احنا قلنا دي بتبقى مرتبطة بايه؟ بالاعمال. خلاص كده، بالاعمال والانجازات اللي هو ايه عملها، يعني الحاجات اللي هي الملموسة اللي عملها. انما لما نقول respectable محترم، دي خاصة بالمانرز، بالأخلاقيات والسلوكيات والمبادئ والحاجات دي. فنقول مثلا، ما نيجي نقول إيه؟ زي ما قلت قبل كده، شخص مثلا بنشوفه كويس في التعاملات وحاجات من ديت، فده بيبقى إيه؟ بيبقى جدير باحترامنا، يبقى ده نقول عليه respectable person. أسرة محترمة ومقبولة اجتماعيا كويسة وكده، نقول a respectable family. مهنة، نقول مهنة محترمة في المجتمع ومقبولة اجتماعيا، يبقى respectable profession أو respectable job. وظيفة بمرتب محترم، يبقى نقول إيه؟ مرتب اللي هو إيه؟ salary، يبقى respectable salary. تمام؟ في بقى عندي كلمة respectful. respectful كلهم جايين من respect، يحترم، يبقى respectful اللي هو محترم. محترم، نخلي بالنا بقى من التشكيل. اما اجي مثلا اشوف حد بيحترم غيره، يعني مثلا اما اقول ايه؟ he is a respectful young man، هو شاب محترم، يعني he shows، بيبين او بيبدي respect towards other، يحترم الاخرين. نرجع بقى لكلمتنا البطلة اللي معانا respected. دكتور عيشة was a respected teacher and taught at many universities، ودرست في جامعات كتير across، عبر the Arab world. With her husband، مع زوجها اللي هو بروفيسور أمين الخولي، دكتور عيشة spent، كلام كله في الماضي، قضت holidays، حلوة قوي، قضت الأجازات مع الفعل spend اللي هو الماضي منه spent. هنا لما يجي يقول لي يقضي وقت، يقضي وقت بيعمل ايه؟ شوف هو بيعمل ايه، نروح حاطين الفعل اللي بيعمله دوت في اي ان جي، القاعده بتاعتها كده. قضت اجازات visiting European museums, universities and libraries. دكتور عيشة died in 1998. هنا برضو اهي
at the age of 85 في سن اللي هي when she was 85. ممكن أقول حاجة تانية كمان، ممكن أقول aged يعني بدل at the age of ممكن أقول aged يعني عند سن 85. Her work شغلها which had taken up، take up يعني هنا بمعنى يشغل، اللي شغلها which had taken up much of her personal life اللي شغل كتير من حياتها الشخصية is still appreciated، ما زال مقدرا أو يقدر اللي هي كلمة يحترم today. عندي الريدنج برضو بيكلمني على عنصر نسائي اللي هي فلورنس نايتنجيل. زي ما اتفقنا يا جماعه احنا دي طريقتي يعني في التعامل مع الفوكاب والحاجات ده، القطعه يا جماعه بتخليني ان انا على اتصال بالباراجراف وبالمقال وبالفهم بتاع الكلام في مكان وفي القطع والحاجات دي. فلورنس نايتنجيل واز بورن ان، خدنا قبل كده خلاص بورن ان سنه كذا. شوف هنا بقى born into لما تيجي مع family يبقى هشوف كده she was born into a wealthy family، يعني born لما يكون جايب نقط وبعدها family هنا مثلا زي أسرة غنية أهي wealthy، أو أسرة فقيرة أو أسرة كويسة أو مع كلمة family بنقول into يعني ولدت في أسرة غنية، إنما لو جاية مرتبطة بالسنة يبقى in. هنا طبعا in Italy في إيطاليا، but grew up، grew up اللي هي ترعرعت أو كبرت أو نشأت، and went to school شايفين المدرسة، وما يقصدش مدرسة معينة وبيقول لي راحت المدرسة، يبقى ما فيش أدوات in England. When she was 17 she decided، هي قررت، هي قررت ممكن أقول على طول تجاهل دول decide to والفعل في المصدر، ممكن أقول كده she decided to be a nurse، قررت أن تكون ممرضة، إنما هنا عادي ممكن جاب صيغة تانية اللي هي she decided that she wanted to be، إن هي أرادت أن تكون ممرضة. Although her family didn't think that this اللي هي عايدة على إن هي إيه تبقى ممرضة يعني was a suitable job for their young daughter. suitable مناسبة، بالرغم من ان اسرتها اعتقدوا ان دي وظيفة مش مناسبة لبنتهم الصغير، كان في رفض من اهلها. however ومع ذلك وراها كومة يا جماعة، Florence work in a London hospital في احد مستشفيات لندن was so effective، كان فعال مؤثر بمعنى فعال، شغلها كان جميل في احد المستشفيات. شوف so effective اللي هي قاعدة so that، كان شغلها فعال لدرجة ان the British government الحكومة البريطانية asked her to، طلبت منها to be in charge of ان تكون مسؤولة of the nursing اللي هي تمريض of wounded soldiers اللي هم الجرحى الجنود الجرحى abroad في الخارج. after working in Europe بعد العمل في أوروبا she returned to England، عادت إلى إنجلترا and opened وفتحت the Nightingale School of Nursing in London، the first school of this kind، أول مدرسة من هذا النوع. بقيت آخر جزئية في الريدنج بيكلمني عن شخصية اسمها لطفية النادي. in 1932 في سنة 32 لطفية النادي was the first and only woman to join a new school for pilots at ألماظة Airport. نخلينا بقى في الحتة دي ونشوف حتة لغة كده صغنطوطة يعني. احنا عرفنا خلاص سنة 32 كحدث هي كانت ايه؟ the first woman، يعني بحاول ألخص بس على أساس تبقى ايه واضحة يعني. بيكلمني عليها she was the first woman، أول امرأة، عايز أقول لأول امرأة إنها تلتحق بي مدرسة جديدة للطيران. شوف شكل الفعل عامل إزاي لما يجي يعمل لي ترتيب اللي هو يقول لي أول واحد أو آخر واحد عمل كذا، شكل الفعل هنا بيكون إيه يا جماعة؟ أهي يا إما تو والمصدر يعني كانت أول امرأة تلتحق بمدرسة. ممكن في طريقة تانية
ممكن يحط هو بس يجيب الفعل في زمن الجملة، وزمن الجملة طبعا ماضي. يعني ممكن نقول the first woman who joined. يا رب تكون واضحة وهتتكرر حالا، يا ريت تاخدوا بالكم معايا. Her parents didn't want her to be a pilot. والديها ما كانوش عايزينها انها تكون طيار. So النادي worked. اشتغلت، هي اشتغلت، وطبعا الكلام في الماضي على اساس ان دي ايه؟ طبعا دي شخصية عليها رحمة الله. As a secretary. هي اشتغلت كسكرتيرة. At the airport. ليه بقى اشتغلت؟ To pay for، تدفع تمن. شوفوا يا جماعة، pay for the lessons، تدفع تمن الدروس أو الحصص اللي هي بتاخدها. اعتمدت على نفسها. pay for، يدفع تمن. When she was only 26، النادي became، أصبحت إيه بقى؟ the first woman in Egypt to have، بتتكرر أهي، أول امرأة مصرية to have a pilot's license، يعني إن هي تبقى عندها رخصة طيران. to have، فكروني أنتوا بقى أهي، the first woman to have، ممكن نقول who had. In December 33 she became famous when she flew solo، لما طارت منفردة. In an international race، في سباق دولي. International، national يعني قومي، international دولي. Which went from Cairo to Alexandria. She was only the second woman. برضو بتتكرر للمرة الثالثة مع كي اهي، شوف ترتيب. هي كانت تاني امرأة ever to fly، ان تطير زي كده. اهي the second woman to fly. ممكن نقول who، والماضي بتاع fly اللي هو ايه؟ flew، يبقى who flew like this. النادي who had to stop flying after an accident، توقفت عن الطيران بعد حادثة. died in 2002 aged. aged اللي هنا بتساوي at the age of، aged 94، 94 سنة. ممكن نقول at the age of، ممكن نقول when she was 94. However, her achievements encouraged other women to have a career in flying. شجع نساء أخريات إن هم يبقى لهم كارير في مجال الطيران. كارير اللي هي إيه؟ الحياة المهنية. على سبيل المثال مثلا من ضمن الكارير، كارير إيه؟ In 44 Linda مسعود became the first woman teacher at the flying school. يعني كانت أول امرأة في مدرسة الطيران. And عزيزة مهران later became a director، مديرة في هذا المجال. يبقى ده اسمه إيه؟ كارير. كارير هي جوب يا جماعة، a job اللي هي وظيفة. أنا مثلا الأسبوع اللي فات نقول إيه؟ مثلا I got a job، حصلت على وظيفة كان. مثلا في مجال التعليم، التعليم ده كله يعتبر ايه؟ احنا قلنا يعتبر ده الكارير بتاعي اللي هو الحياة المهنية بتاعتي. التعليم ممكن يبقى فيه مدرس، ممكن يبقى فيه موجه، ممكن يبقى فيه مدير بنفس الكيفية. بعد كده تعال بقى نشوف حاجات بسيطة. بعد ما قرينا القطع تعال نشوف حاجات بسيطة زي الاكسبريشنز. يلا بينا نشوف الوقت يا شباب. احنا في expressions اللي هي المصطلحات and idioms. احنا اتفقنا كان الهدف ايه يا جماعة؟ ان انا اطلع بفوكابلوري واكسبريشنز وحروف جر كتير وحاجات من دي. احنا ابتدينا وبنقول دلوقتي مع المصطلحات، بيقول لي ايه؟ across the Arab world، يعني عبر العالم العربي. حاجات قرناها بقى في الكلمات، في القطع واللي هو التكست بتاع الليسننج. have a role in، لديه دور في. at the age of، في سن. have an effect on، له تأثير على. at a time، في وقت. in detail، ومع المصطلح ده اللي هو معناه بالتفصيل. هنا كلمة detail لا يمكن تيجي بالاس، هي detail ممكن تجمع نقول details، لكن كلمة بالتفصيل in detail عكس كلمة in brief بإيجاز. طبعا verb to be اللي هو am و is و are و was و were عشان تبقى مبني المجهول. awarded a degree يعني مثلا يمنح اللي هي الشهادة أو كده. introduce new ideas، يقدم أفكار جديدة.
تبقى مبني المجهول known as، يعني مثلا اقول ايه she is known as، معروفة ك. join the university staff، تمام، يلتحق بهيئة التدريس الجامعية. هنا مع كلمة أسرة born، اهي born into a wealthy family. mark an event، يميز حدث. give permission، يعني يدي إذن أو تصريح. on your own، on your own، آسف، بمفردك on your own. have a degree in، يعني له شهادة أو عنده شهادة في مجال مثلا in teaching أو in medicine. take up، يشغل much of her personal life. هنا مثلا لما نيجي ل phrases، عبارات and prepositions وحروف جر. قبل ما انسى عشان ما نيش لامحها، مش عارف مش مكتوبه، اللي هي argue، فاكرينها اللي هي argue for، قبل ما بنتكلم اهو argue for، argue for اللي هي يناضل او يدافع عن، و argue against اللي هي يناضل ضد، يبقى واقف ضد يعني. نيجي مثلا لكلمة appreciative، احنا كنا لسه دارسين كلمة appreciate اللي هي يقدر، يقدر قيمة حد او عمل او كده. appreciative الصفة منها of، مقدر لي، يعني مثلا نقول ايه I am appreciative of your مثلا efforts، لجهودك. popular was، محبوب من. cure for، علاج لي. return to، يعود إلى. effect on، زي have an effect on، لو تأثير على. successful at، ناجح فيه. find out، يكتشف. suitable for، مناسب لي. look after، يعتني به. value of، اللي هي قيمة كذا. هنا المشتقات، احنا طبعا بقى ما تجيش تقول يعني يا خبر ابيض وهحفظ كل ده، لا، انت في الاول بتبقى بتعرف الكلمات الجديده، بعد كده بتشوف حروف الجر المهمه بالنسبه لك، انت عارف منها كتير، واللي مش عارف يعرف، واحنا لسه في اول السنه، ودي شغلتنا يا جماعه، يعني شغلتنا كلها ان احنا نذاكر كويس عشان نقدر نحقق طموحاتنا. هنا مثلا derivatives اللي هي الاشتقاقات، يعني مثلا لما يجيب لي اسم من الفعل او ما شابه ذلك، فيجي مثلا يقول لي ايه admire، خلاص انا عارف admire، admire يعجب بي، admiration اعجاب، admirer معجب، admirable مثير للاعجاب. خلي بالك، فازاي بتحول الفيرب الاسم منه بتبقى عارفه، عشان احنا عارفين في الاختيارات ممكن تبقى انت دارس الكلمه مثلا انها فعل، لا، ممكن يبقى عايز مثلا الصفه او عايز منها النون او ما شابه ذلك. تمام، فدول بقى شطار كده تمر عليهم عشان وقتنا، عشان ما بقاش انا ايه، ما تحولش لان انا مجرد بقرا معاك، انا بوضح لك حاجات يعني، بس انت في حاجات بتبذل مجهود فيها، الا إذا لو في حاجات وأنت بتذاكر ومش هاضمها أو كده، في الكومنتات بسيطة جدا وأنا أرد عليك عادي. هنا مثلا بيكلمني، إحنا شفنا في نوعيات الأسئلة في حاجة اسمها سينونيمز اللي هي إيه؟ المرادفات، يعني المعنى اللي شبه، وفي أنتونيمز اللي هي المضاد. برضو الحاجات دي شفناها في نوعيات الأسئلة، يقول لك المرادف لكذا أو الكلمة اللي زي كذا أو المضاد بتاع كذا اللي هي زي كلمة opposite أو ما شابه. على سبيل المثال هنا مثلا achievement اللي هي إنجاز، ممكن accomplishment تسوية أو إنجاز، failure عكسها يبقى فشل. على سبيل المثال يا جماعة، شوف هنا مثلا appreciate، يقدر، acknowledge this value، تمام، بتمر عليهم عادي خالص، يعني ما فيش فيهم اي مشاكل. هنا في الـ Important Language Notes، كتاب جيم كان عارض حاجات جميلة قوي، برضو انا مش هتكلم فيها كتير لسبب هي سهلة مش محتاجة مني انا جهد، يعني هتلاقي عندك مثلا ممكن استخدم الفعل جت بمعاني مختلفة، تعال نمر بسرعة كده هتقلب معاك كايه، كحفظ. انا عارف كلمة جت، جت يعني ايه؟ لا، ده مش يعني ايه، ده ليها اكتر من معنى، ممكن جت بمعنى يستلم او يتلقى، زي she got lots of presents، يعني تلقت هدايا او بتاع دوت، حمولات او لودات كتير من الهدايا او الكثير من الهدايا، ده يقصد يعني.
ممكن get بمعنى يشتري. شوف معنى الجملة: I usually get vegetables، يعني عادة بشتري الخضروات from the supermarket. الخ بقى شطار، يعني بتقلب معاك ان انت المعنى اللي انت عارفه اوكي، وبتاكده بانك ايه بتعرف المعنى بتاعه في الجمله. المعنى اللي انت ما انتش عارفه خلاص بتضيفه للايه؟ للحصيله اللغويه بتاعتك. هنا دي حلوه قوي الجزئيه دي، بيقول لي nouns and verbs. ممكن بعض الكلمات تستخدم كاسم وفعل، بس ممكن يكون اختلاف سنه في الهجاء السبيلنج يعني، وممكن في النطق. زي مثلا ما نيجي نقول advice، advice يعني ايه؟ نصح، ده النون. لما اجي اقول ينصح يبقى advise بالاس. ممكن مثلا ايه كمان؟ ممكن مثلا كلمة license اللي هي رخصة، الرخصة اهي نون، لكن كلمة يرخص يبقى license بالاس. مثلا practice ممارسة او تدريب يبقى practice بالاس. device اللي هي جهاز، لكن device اللي هي يبتكر. تمام. في عندي برضو حاجات تانية سريعة جدا نمر عليها، والكتاب عارضها حلو وانت تقراها برضو بالتفصيل. يعني انا يا شباب عايز اكون، يعني عايز ابقى ادي حصة يعني احس انها فعلا بالنسبة لي وبالنسبة لك انت كمان مثمرة، مش عايز اتحول لمجرد ان انا قارئ يعني، لا يعني في حاجات بتحتاج ان انا اوضح لك. هنا مثلا على سبيل المثال انسبكتور مرت علينا، اللي هي كلمة مفتش، زي المفتش اللي هو بتاع المدرسة أو مفتش حكومي أو كده. هنا انسبكتور وانفستيجيتور وكوندكتور. والله انسبكتور البطلة بتاعتي اللي هي المفتش، زي مثلا اللي بنقول إيه المفتش بتاع المدرسة، أو أي مفتش بيوجه عشان يشوف الناس بتأدي شغلها صح ولا لأ، فتش على عمل. زي مثلا school inspectors reported last year، المفتشين بتوع المدرسة عملوا تقرير السنة اللي فاتت that 20% of young pupils، إن 20% من الصغيرين الطلاب الصغيرين were unable to read or write، ما كانوش قادرين ان هم يقروا ولا كذا. تمام. طب انفستيجيتور لا دي خاصه بقى بالشرطه والنيابه والحاجات دي، اللي هو المحقق، المفتش اللي هو المحقق في قضيه عشان يكتشف الجرائم والحوادث وكده. كوندكتور لا ده الكمساري بقى، المفتش اللي هو بتاع القطر والاتوبيس اللي هم بنقول عليه الكمساري. في عندي مثلا كلمه بيرميشن وبيرميت ولايسنس مهم. تعال ناخد كلمة لايسنس الأول. لايسنس ده اللي هي معناها الرخصة، زي درايفنج لايسنس معروفة واضحة جدا معاها اللي هي رخصة القيادة. طب نيجي بقى لكلمة بيرميشن وبيرميت. عندي كلمة بيرميشن اللي هي معناها إذن أو تصريح، بس مش أو موافقة، بس مش لازم يكون كتابي. تمام يا جماعة؟ وطبعا كلمة uncountable لا تعد. انما بيرميت دي حاجه حكوميه اللي هو تصريح او ترخيص، بس حاجه يكون ايه رسميه ومكتوبه، يا ريت توضح الرؤيه. شوف كده معايا مثلا بيرميشن، احنا قلنا ايه اللي هي موافقه او رضا او تصريح، بس مش لازم يكون كتاب. اسامه دروف هيز فاذرز كار وذاوت هيز بيرميشن، اسامه ساق عربيه باباه بدون اذنه، بدون موافقته. عشان تطلع المدرسة لازم تجيب بيرميشن من والديك. طب أنا عايز أعمل مثلا، عايز أبني أو عايز أفتح مش عارف كذا، أو عايز حاجة حكومية، تصريح بقى رسمي ويكون مكتوب. فديت بتبقى كلمة بيرميت، ودي كلمة بتتعد عادي جدا ممكن نجمعها. هنا بقى جايب لي زي إيه؟ A building permit، تصريح بنى، أو a residence permit اللي هو تصريح إقامة. أوكي. بعد كده في عندي ثلاث كلمات كويسين جدا، والثلاث كلمات بمعنى مؤثر، بس أستخدم إزاي ديت وديت ودي. هي كلمة affecting اللي هي بمعنى مؤثر، اللي هي زي إيه؟ زي خاصة بالمشاعر، اللي هي إن الواحد يكون زعلان. حاجة مؤثرة. لا 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 ده المنظر ده مؤثر، ده الطفلة دي حكايتها affecting مؤثرة، تحرك المشاعر حزينة. فهنا مثلا زي ما بيقول لي ايه، Oliver Twist is a deeply
affecting story يعني هي قصة مؤثرة، يعني زي إيه؟ حزينة. في عندي impressive، لا دي حاجة حلوة بقى، مثيرة للإعجاب، مؤثر بمعنى مثير أو يوحي بالإعجاب، زي seeing the pyramids for the first time was really impressive، كانت حاجة مؤثرة، حاجة رائعة. في كمان بقى effective، effective اللي هي كلمة مؤثر بمعنى إيه؟ بمعنى فعال، زي مثلا ما نيجي نقول إيه على مثلا المفعول بتاع دواء أو حاجة من ديت، أو حد يكون شغله effective، effective فعال أو كده. هنا بيقول لي antibiotics are only effective، اللي هي المضادات الحيوية بتبقى فعالة مؤثرة if you finish the whole course of treatment، لو تخلص الكورس كله بتاع العلاج. كلمتين، واحدة منهم اسمها appreciate اللي هي البطلة بتاعتنا، appreciate اللي هي يقدر بمعنى يقيم، بمعنى يحترم، بمعنى يعجب بيه. We really appreciate your help in our project، احنا مقدرين مساعدتك في المشروع. انما كلمة estimate اللي هي يقيم او يخمن قيمة الحاجة، اللي هي سواء بقى بالفلوس او الحاجة اللي هي المادية. مثلا يعني the engineers estimated that the new project، ان المشروع الجديد، قدروا ان المشروع الجديد will cost about مبلغ قد كذا. نقطة مهمة جدا وجميلة جدا وسهلة جدا في نفس الوقت. في يا جماعة في اللغة الإنجليزية ممكن نبتدي الجملة بتاعتك بإيه؟ بأدفيرب من النوعيات دي، زي إيه؟ interestingly، ووراها بيكون كوما. يعني إيه بقى؟ بشكل مثير للاهتمام، interestingly، undoubtedly يعني إيه؟ بلا شك، unfortunately اللي هو لسوء الحظ، أو ممكن نقول fortunately لحسن الحظ، luckily لحسن الحظ، unluckily يعني قياسا، يعني personally شخصيا. فإحنا بنستخدمها إزاي؟ هنا بتبتدي الجملة بيها زي الجملة اللي هنقولها مع بعض، interestingly، ومن الجدير بالاهتمام أو المثير للاهتمام إن none of their three sons ever married، محدش من أولادهم الثلاثة تزوج. كمان جملة تستحق، undoubtedly يعني مما لا شك فيه أو بلا شك، public interest الاهتمام العام in folk music has declined، بالمزيكا الشعبية قل أو انخفض. كمان جملة personally شخصيا، ما تنسوش يا جماعة الكومة علامات الترقيم عشان وانت بتكتب كمان في ايه في المقال. I don't think epochs will replace ordinary ones، ما اعتقدش ان الكتب الالكترونية هتحل محل الكتب اللي هي العادية. أرجو اتكلمنا عنها كتير، أرجو فور يجادل من أجل، زي كلمة يؤيد أو سبورت، أرجو أجينست اللي هي ضد أو يعارض، وأرجو ويز دي بقى لما يكون يجادل مع شخص، يجوارها مع شخص بقى أو فكرة، زي إيه؟ هنقرأ الأخرانية فقط. Don't argue with me، don't argue with me يعني لا تجادلني، just do what I tell you. Spend، احنا قلنا spend اللي هي يا اما يكون معناها يقضي، تعالى ناخد التانية الاول اللي خدناها في القطعة اهو، يقضي وقت على كذا اهي on her work، او بيعمل كذا، يبقى الفعل شكله بيكون في ing. دكتور عيشة spent holidays visiting، I spent last night studying، الاخ. I spent she spent most of her life on her work. برضه spend ممكن يجي وراها ينفق مال اه، ويجي بعدها on يعني on clothes على الملابس او ما شابه. حلو قوي الكلمتين دول، ويا رب نقولهم بطريقه مبسطه جميله. عندي كلمه society، society يعني المجتمع، و community، طب ما community ممكن تكون بمعنى المجتمع، تعال نركز سنه اكتر. هي كلمه society اللي هي ايه؟ اللي هي الناس اللي عايشين في دولة واحدة، فبنقول society اللي هو الكلمة الكبيرة لكلمة مجتمع. أهو المجتمع عموم الناس الذين يربطهم قانون واحد وتنظيمات واحدة، يبقى ده society. هنا مثلا في الجملة بيقول لي society has to be prepared to support its elderly people، المجتمع لازم يكون معد أو مجهز إن هو لتأييد أو تعزيز الناس اللي هي ايه، او مؤازرة اللي هي الناس الكبار.
مثلا ما نيجي نتكلم مثلا هنا عموما، يعني ما نيجي نقول in society أو our society، مجتمعنا، مجتمعنا يبقى يقصد المجتمع اللي هو نون، اللي هو اللي عايش في هذه البلد. ممكن نقول مثلا society اللي هو برضو مجتمعنا لو بيتكلم عن المجتمع العربي. تمام. هنا يا جماعة، طب كلمة community ممكن يكون معناها، أنا عايز أنقي الأول، هي مجتمع، بس هنقول إيه اللي هو المجتمع المصغر، بمعنى إيه؟ بمعنى يعني مثلا ما نيجي نتكلم عن المجتمع الريفي، يبقى إيه؟ rural community، المجتمع الريفي. urban community، المجتمع المدني. كلمة community اللي هي مجموعة من الناس بيعيشوا في منطقة أو مدينة أو قرية، حاجة محددة. وممكن كمان يكون معناها جالية، يعني مثلا زي ناس مسافرين، يقول مثلا Egyptian community اللي هي الجالية المصرية. يبقى society المجتمع بشكل أكبر عموما، و community اللي هي مجتمع أو جالية كلمة مصغرة. The checkpoint، والله انا بعتذر عن بس ايه هي تصويرها، معرفش، بس انتوا الكتاب معاكم بقى، يا ريت على قد ما نقدر بقى يا جماعه الكتاب معاكم، هتسمعوا الاجابه ومع بعض سريع. بيقول لي a team of health visited many hospitals in the city last week. يبقى health inspectors اللي هم مفتشي الصحه، الكتاب معاكم يا رجاله، خلوا بالكم. معرفش هي طلعت مني كده ليه، انا اسف يعني. Parents have to give their four children to go on school trips. الـ 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 الآباء لازم يدوا ولادهم ايه علشان يطلعوا الرحلة المدرسية، يبقى permission. To give their permission اللي هو الإذن أو الموافقة. تمام، احنا قلنا دي تبع ايه؟ بيرمت اللي هي الحاجة الحكومية بقى المختومة وحاجة مكتوبة. Many farmers are arguing building a new factory near their fields. بيعترضوا فلاحين كتير، يبقى arguing against، بيعترضوا على بناء مصنع لأن طبعا ده هيأثر أو هيأذي المحاصيل بتاعتهم. Seeing the old man sleeping on the pavement، مشاهدا الرجل العجوز نايم على الرصيف، was really an سايت. هل مشاهدة الراجل ده يا جماعة كانت حاجة حلوة ولا حاجة محسنة ولا كده؟ محركة يبقى هنا للمشاعر، يبقى افكتنج اعتقد، ولا ايه رأيكم؟ طبعا امبرسيف حاجة رائعة جميلة، وافكتيف فعال، وديفكتيف اللي هو زي كلمة يعني به نقص او ما شابه ذلك، احنا خدنا افكتنج. نيويورك سيتي هاز ا لارج تشاينيز ليفينج ذير. مدينة نيويورك فيها صيني عايشين هناك، يبقى أكيد جالية صينية، مظبوط كده. هل ينفع بقى أقول سوسايتي؟ لا، السوسايتي اللي هو المجتمع ككل، وأرمي جيش، كوميرشال تجاري، يبقى كوميونيتي، حلوة أوي، يبقى جالية صينية عايشة هناك. We really all the help mother and father give us، يبقى نقدر مساعدة الأب والأم، يبقى appreciate، ولا إيه رأيكم؟ ولا estimate يقدر ثمن أو قيمة حاجة؟ لأ، calculate يحسب، وcount يعد. Some teachers of English، بعض مدرسين اللغة الإنجليزية، language games that they can play with students in class. بعض المدرسين بيبتكروا، دور بقى معايا، ديفايس، لا ديفايس يعني جهاز، ديفايس، تمام، يبتكر، ادفايس النصح، لا تمام، يبقى ديفايس. هنا جايب لي سبيس ورا كوما، انا افتكرت بقى، يبقى الحاجه اللي فيها ايه؟ ال واي، هوبا، ده في اتنين فيهم ال واي اهوت، زي كلمه فورتشنيتلي وانفورتشنيتلي. فورتشنيتلي هنا بقى ندور على المعنى، دي معناها لحسن الحظ ودي معناها لسوء الحظ. تعال نقرا. There is nothing I can do، مفيش حاجة أقدر أعملها بخصوص مشكلتك، يبقى إيه؟ لسوء الحظ، واحد يبقى كده فاز شبه اعتذار، يبقى unfortunately.
طبعا يا جماعة بشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى يا رب إن تكون الحصة دي فيها إضافة أكتر وأكتر، وبتتعرفوا على طريقتي في الشرح أكتر وأكتر. ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك وبالكومنتات التحفيزية. تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.